سيادتك وانت وسيادتك وفضلتك وانت بتتكلم معاه قلت انهم حرفوا الكلام، وقلت حرفوا تفسير الايه ايه السيف، وايضا حرفوا في كلام رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. تفضل. لعل ابرز حديث يعني تم تحريفه واخذه من سياقه العلمي وسياقه المنهجي حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. أمرت أن أقاتل الناس، هذه تكأة أخذها هؤلاء أو تبرير استند إليه هؤلاء المرجفون وهؤلاء الجبابرة في قتالهم للناس عموما، لأننا في نظرهم يعني مرتدون، أو لأننا في نظرهم مرتدين، وبناء على ذلك ما دام أننا مرتدين ويقاتلوننا، والتبرير عندهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله بداية، حتى أن يعودوا إلى لا إله إلا الله. بس إحنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم يعتبرون هذا المجتمع كافر وهؤلاء مرتدين، وبالتالي خرجونا عشان يقتلونا. نعم. فبرروا موقفهم بهذا الحديث الشريف. لكن لما تضع هذا الحديث الشريف أمام المنهج العلم الرصين تجد أنه على خلاف ما ينتهون إليه. كيف؟ على سبيل أولا في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني الذي أمر من الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة فقط الذي هو له سلطة بداية القتال، بداية الحرب. مش أمرتم، ده أمرت. أمرت. ولذلك الذي وضح هذه المسألة الإمام الخرافي، وقال إن هناك حدودا فاصلة بين تصرفه صلى الله عليه وسلم باعتبار الولاية والإمامة والرئاسة، وبين تصرفه صلى الله عليه وسلم باعتبار القضاء، وبين تصرفه صلى الله عليه وسلم باعتبار الفتوى، وبين تصرفه باعتبار التشريع أو تبليغ الشرع عن الله سبحانه وتعالى. هناك حدود فصيلة بين هذه التصرفات، عليكم أيها الناس أن تفهموا ذلك. فلما يقول أمرت يعني الذي أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مزبوط. وكل ولي أمر بعده صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه في هذا الشأن، فيكون أمرت يعني الدولة في مش التاني ده، مش أي حد، هذا مختلف. وهنا الرسول كان يمثل الدولة، كان يمثل الدولة. نعم، هو رأس الدولة. مزبوط. وبناء على ذلك عندما تقول أنا أستند إلى أمرت، إذن أنت تستند إلى سلب سلطة من سلطات الدولة. مزبوط. فبتفترق على الدولة. بتفتأت على الدولة، وبتسلب السلطة التي لها وبتستخدمها لصالحك. إذن أنت الآن في منطقة المخالفة وليس في منطقة الحق. نمرة اثنين، من الذي أوحى لك وقال لك بأن كلمة الناس هي على العموم؟ يعني يقول لك اللغة بتقول لي ذلك. نقول له إنك لم تفهم اللغة، لأن اللغة تقول إن هذا وإن كان فيه من العموم إلا أنه أريد به الخصوص. اللغة بتسمح بكده، يقول بأنه في بعض الحالات اللفظ يأتي عاما. أيوة. لكنه يراد به أناس مخصوصين على وجه التحديد. مزبوط. كما جاء في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقصود بالناس هنا، والناس هنا هي فرد واحد على بعض الروايات، يعني صحابي يقول لأم المؤمنين عائشة، ومع ذلك القرآن الكريم أطلق عليه في الأول الذين قال لهم الناس اللي هو الصحابي. هنا التفخيم، إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهو يريد لا يريد كل الناس، وإنما يريد فردا محددا. هذا يسمى في اللغة العربية عام أريد به الخصوص. كويس. فهو لا يراد عمومه أصلا، إنما ينبغي أن تفسره وأن تفهمه في ضوء هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لا على العموم. وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان هذا المراد العموم دون إرادة الخصوص هذا، لوجدناه يقتل كل الناس، ولما وجدناه صلى الله عليه وسلم يعني يهادن اليهود في المدينة ويعاهدهم، ولما وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم عندما شرقوا وغربوا،
وهم أفضل الناس في فهم هذا الحديث الشريف، لما وجدناهم يعقدون معاهدة ما ولا يؤمنون ناسا ما يقتلوا مباشرة، إنما الأمر بالقتل موجود، فنقتل ما دام عندنا القوة، وكانت عندهم القوة في هذا الوقت. إذن أنتم تفهمون هذا الحديث على غير وجهه. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم عندما نقاتل، نقاتل من؟ حتى هؤلاء الناس نقاتل من يقاتلنا؟ نقاتل من يقاتلنا، نحن يعني نحن ندفع اعتداء، حاصل نحن في منطقة الدفاع، بدليل أن كلمة أقاتل فيها من المفاعلة بين طرفين، ولو كان المراد أنني أقتل مجردا دون أن يسبق ذلك اعتداء علي لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أقاتل فعلا، لكن في مباراة هنا فيها من المفاعلة، فيها صراع يعني. مقاتلة زي مضاربة، زي مزبوط. مشاركة مزبوط. فيها طرفين أيوة. يعني لا تتم بطرف واحد مزبوط. وإنما تتم بطرفين، فكأن في اعتداء حصل علينا ونحن نرد هذا الاعتداء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نستفيض في هذه المسألة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معاركه إنما كان مدافعا عن حدود معينة، لو أننا حللناها حتى عسكريا سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موقف مدافع، لأن الخندق حفرة حول المدينة. نعم، وحتى في المعارك لو أننا وسعنا الدائرة ما بادر بعد المدينة بمدة، لكننا هم جاءوا إلى المدينة مباشرة، لكن عندما يهددون أمننا من بعيد فإننا سنذهب إلى هذه الحدود وندفع، لأننا إذا لم ندفع هناك سيأتون إلى عندنا هنا. على كل حال في تحليلها العسكري سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معاركه كان في موقف المدافع الذي كان أمرت أن أقاتل الناس الذي اعتدي عليه.